فدي سورة الترانس ميديكولار فيكسيشن. دي صورة برضو للبرست فراكشر، نفس الكلام اهوت. الفيرتبري هتلاقي ان انت لو كبرت الصورة شوية هتلاقي الفيرتبري ديت ايه، في كسر فيها. بس احنا عايزين بقى ناخد ايه، ناخد البود ديزيز اوف السباين. ده فراكشر وديسلوكيشن يا ولاد. بص كده على الصورة ديت، شايف ان العظمة شكلها وحش، البون مارو بتاعها ما بقاش لونه اسود زي البون مارو الطبيعي، صح؟ طالما البون مارو اختلف كده يبقى دي كرونيك اوستيومايلايتس على طول. نفس الصورة، كرونيك اوستيومايلايتس، مين ديت؟ عظمة التيبيا. كرونيك اوستيومايلايتس، كرونيك اوستيومايلايتس. علاجها طبعا الكرونيك اوستيومايلايتس انك تستقص العظمة، سيرجيكال ايه، سيرجيكال اكسيشن اوف البون او في اوف الساينس. ولو هي اكيوت اوستيومايلايتس علاجها انتيبيوتيك. الصورة ديت ايه؟ بص على الصورة دي، دكتور هنا ديت شايف في اوبليتريشن للجوينت سبيس، صح؟ يبقى ديت ايه؟ يبقى دي اوستيو ارثرايتس. علاج الاوستيو ارثرايتس بالنسبه لك التوتال ايه، نير ريبليسمنت. نفس الكلام برضو، صوره تانية في اوبليتريشن للجوينت سبيس، مش باين الخط الاسود اللي احنا كنا بنشوفه، فدي اوستيو ارثرايتس. هنا برضو نفس الكلام على الهيب جوينت، اوستيو ارثرايتس اوف الهيب جوينت. ودايما بتلاقي تحت الجوينت سبيس اللي اختفى ده بتلاقي فيه خط ابيض اللي هو بيشكل ايه، بيشكل سب كارتليجنس ايه، سكليروسس. نفس الكلام اوستيو ايه، اوستيو ارثرايتس، علاجها ارثروبلاستي هيب او توتال هيب ريبليسمنت. الصوره دي ده سباين، لقيت ان هو ايه، في فيرتبري اهيت، واضح ان هي مكسوره. على فكره دي مش فيرتبري واحده، دول اتنين فيرتبري ولازقوا ببعض، فده مش فراكشر يا اولاد، ده بوت ديسيز اوف ذا سباين. بالنسبه لك انت مش هتعرف تفرق، بس لو بص جيت بصيت ورا كده هتلاقي ان في اتنين سباين، فدول اتنين فيرتبري مش واحده بس، تمام؟ فده بوت ديسيز اوف السباين. دي صوره ايه، جروس اللي هو بيعمل كايفوزس زي ما انتم شايفين. نفس الكلام، ده الكايفوزس، نفس الكلام. ده عباره عن اكس راي انتروبستير فيو. ده ايه؟ ده سكوليوزس. سكوليوزس عباره عن لاترال ديفيشن اوف ايه، اوف السباين. نفس الكلام، ده طفل صغير عملت له اكس راي، المفروض ان هو ماشى، لقيت ان العظم بتاعه ماله منحني بالمنظر ده. الانحناء ده يا جماعه ده اللي هو ايه، الريكت او مرض اللي هو لين العظام. بيبان ان النيه بتاعه الطفل ده مالها بارزه للخارج، طالما بارزه للخارج قوي فروم الميدلاين يبقى اسمه ايه، يبقى اسمه جينيو فيريم، جينيو فيريم او فيروس. الصوره ديت ده ايه، ده حد هيقول لي ده فيه كسر يا دكتور موجود في الاسيتاب، لما اقول لك لا ده الطبيعي، ده طفل صغير. عرفت منين؟ الابيفيسز بتاعه، العظم بتاعه كله مش ملتحم مع بعض، العظم بتاعه متجزأ لاجزاء، ابيفيسز مش لازق في الدايفيسز. ايه المميز؟ بص كده، شايف دي، شايف الهيد بتاعت الفيمر ديت مش داخله جوه الاستابلم خالص، دي براه، دي سايباه وطالعه بره. الحاجه الثانيه ان الهيد بتاعت الفيمر في الحته دي اصغر من الهيد بتاعت الفيمر في الناحيه الثانيه، يعني انت تقصد تقول لي ان ده كونجينيتال او ديفلوبمنتال ديسبليجي اوف الهيب جوينت؟ الديفلوبمنتال ديسبليجي اوف الهيب جوينت هي اللي بنلاقي فيها ديسلوكيشن، هي اللي بنلاقي فيها الراس بتاعت الفيمر صغيره ومش قاعده في مكانها الطبيعي، تمام؟ طيب وبرضه بنلاحظ ايه؟ بنلاحظ ان الطفل ذات نفسه الانحناءات بتاعت جسمه في المنطقه ديت ما هياش مساويه لبعض، اليمين مش شبه الشمال. فعلى سبيل المثال بص هنا الانجوينال كريز هنا مش زي هنا، نفس الكلام الباتوك كريز ورا هنا مش زي هنا، صح؟ فديت الحاجات المميزه للديفلوبمنتال ديسبليجي اوف الهب. وديت علاجها ايه؟ علاجها زي ما قلنا ان احنا على حسب سن الطفل، لو هو جاي لسه في اول سنه من الحياه ممكن انا اعمل له ايه؟ اعمل له كاست زي البايكا كاست او البايكا هيب كاست. ولو جالي بعد اول سنه ممكن ان انا ابدا ان انا اطول العضلات الموجوده على الميديال سايد او اقطعها اللي هي الدكتور تينوتومي، وابدا ان انا اعمل ايه، اعمل كلوز ريدكشن او تراكشن، واحط برضو الهيب بايكا. الصوره دي عباره عن ايه، نفس الكلام، ده طفل صغير. بص كده لقيت ايه، لقيت ان في فراكشر حصل هنا، صح؟ هو مش فراكشر، يعني هو المفروض يا دكتور ان في زاويه بين النك وبين الشافت بتاعت الفيمر، هنا الزاويه دي اختفت خلاص، دي كوكسافارا، دي عباره عن ايه او هيعمل ديفورميتي اسمها كوكسافارا ديفورميتي.
وعلاجها برضو أوستيوتومي بعد لما الطفل يكبر شوية. نفس الكلام كوكسافارا، كوكسافارا ديفورميتي ديكريزد نيك شافت أنجل. الصورة اللي عندنا ايه ديت، لو نركز كده برضو نفس الكلام هتلاقي ان هي ايه كوكسافارا، الشافت الزاوية بينها وبين الايه النيك والشافت المفروض ان هي تكون زاوية منفرجة، هنا ما هيش منفرجة. والحاجة التانية برضو غير ان هي كوكسافارا، لو تركز اكتر هتلاقي ان الهيد هنا فلات انما الهيد هنا مقوصة، صح؟ ده اللي هو البيرسي ديسيز او اللي بنقول عليه ايفاسكولار نيكروزس للهيد ايبيفيسس، لو او فلات ايبيفيسس او كوكسا بلانا زي ما بنقول، كلها حاجة واحدة بالنسبة لك. ايه ديت زي ما حضرتك شايف في ايه سليب ده ابر فيمورال ايبيفيسس، ادي الايبيفيسس بتاعه الفيمر موجود في الاستابلم والسيرجيكال نيك حصل عندها كسر، فبنقول عليها مش بنقول عليها في الاطفال سليب ده ابر فيمورال ايبيفيسس. علاجه اوبر ريدكشن مع انترنال فيكسيشن عادي. نفس الكلام كلها سليب ده ابر فيمورال ايبيفيسس، ده صباع زياده حاجه اسمها بولي داكتيلي. نبدا بقى في الاورام. ايه الصوره ديت، الشكل الورم المميز قوي ده اللي هو تلاقي شبه الايه البومبا، الجزء اللي تحت ده عظم واللي فوق غضاريف. ديت اوستيوكوندروما، تمام، اوستيوكوندروما هيومرس، تمام. هنا ايه اوستيوكوندروما بتاعتها فيبيلا، تمام، اوستيوكوندروما بتاعت فيمر، اوستيوكوندروما. طبعا الاوستيوكوندروما الاعراض بتاعتها هي بينلس، ما بتعملش اي اعراض، ولكن لو حصل كسر في الجذع بتاع اللي هو الحته دي هتعمل بين، يبقى بينفول اف اسوشيتد ويز باثولوجيكال فراكشر. الحاجه الثانيه من الكومبليكيشن ان الاوستيوكوندروما للاسف بتقلب لكوندروساركوما، بالذات لو الكارتليجنس كاب بتاعتها اكبر من 1 سم، لو الكارتليجنس كاب بتاعتها اكبر من 1 سم بتقلب لايه لكوندروساركوما. الصوره ديت ايه اللي بتيجي في الصوابع، الله ينور عليكم، انكوندروما ممكن تكون سنجل وممكن تكون مالتيبل، بتعمل ايه، بتعمل ماس وديفورميتي، ما بتعملش بين، علاجها كيورتج واعمل بون جرافتنج مكانها. انكوندروما نفس الفكره، ها ايه ديت اللي في نص العظمه دي والشكل بتاعها انكوندروما برضه دكتور، صح؟ بس لو تركز كده يا جماعه انا عايز افرق بين الانكوندروما وبين البون سيست يا دكتور. الانكوندروما بيكون لونها اسود خلاص وما بيكونش فيها ترابيكيوليشن، ترابيكيوليشن معناها خطوط جواها، تمام، بتكون حته سودا خلاص. انما البون سيست الباقيه بتكون حته سودا وجواها في ترابيكيوليشن. فهنا مثلا يعني ايه ترابيكيوليشن، يعني متقسمه لاجزاء، تمام. طيب طالما متقسمه لاجزاء انا عندي حاجه من حاجتين، يا اما بون سيست زي الانيوريزما البون سيست، يا اما جاينت سيل تيومر. هفرق ازاي؟ فرق بالسن. جاينت سيل تيومر بتيجي في ادلت، فدايما ما هتلاقي الايبيفيسس بتاعه العظم كلوزد، انما الانيوريزما البون سيست بتيجي في سن صغير. فهنا في الغالب انيوريزما البون سيست للتيبيا، وهنا جاينت سيل ايه تيومر بتاعه راجل كبير زي ما قلنا. نفس الكلام دي ايه، ده سن صغير فيه ايبيفيسس اهو ظاهر ايبيفيزيال كارتليج، يبقى انيوريزما البون سيست في ايبيفيزيال كارتليج انيوريزما البون سيست، ها مفيش ايبيفيزيال كارتليج، يبقى ديت جاينت سيل تيومر، تمام. ديفرنشال دايجنوزس اي سيست ثانيه في العظم، انيوريزما البون سيست، فايبرس سيست او فايبرس ديسبليجيا للعظم، تمام. ممكن الانكوندروما برضو، بس ده مش مكانها، الانكوندروما بتيجي بالصوابع اكتر، ده جاينت سيل تيومر لان الايبيفيسس ايه برضو، الله ينور عليكم، جاينت سيل تيومر لان الايبيفيسس ملتحم. انما لو الايبيفيسس ما هوش ملتحم يبقى ده انيوريزما البون سيست. نفس الكلام هنا جاينت سيل تيومر ايبيفيسس ملتحم، دي عباره عن ايه بون سيست وخلاص، وخش بون سيست فور ديفرنشال دايجنوز. ممكن تكون اي حاجه، ممكن تكون سيمبل بون سيست، ممكن تكون كارمينال سيست، ممكن تكون ميتاستاسيس، تمام. ها الصوره اللي قدامك دي بون سيست وخلاص برضو، تمام. طيب الصوره اللي عندك ديت ايه، ركز كده معايا في الصوره ديت، هي الصوره مش واضحه قوي وهيزه جدا، بس في ورم موجود هنا اهو، والورم ده بيحاول يطلع من المظله وعشان يضغط على البريوستيوم ومش عارف يطلع، فهو زاح البريوستيوم لبره، عمل مثلث كده، زاح البريوستيوم لبره وراح عمل ايه، عمل مثلث يعني اسمه كود مان تراينجل. وبعد لما يطلع بتلاقي ان هو بيعمل ايه، بيعمل اوعيه دمويه بتطلع من الورم، فبتعمل زي ايه، زي اشعه شمس طالعه من وراء سان ري ابيرنس، تمام. ديت ايه يا جماعه، ديت الاوستيو ساركوما، دي الاوستيو ساركوما، اهي ادي الشكل بتاع السان ري ابيرنس، اشعه الشمس اللي طالعه من الورم اللي هي عباره عن اوعيه دمويه مترسب حوالينها كالسيوم.
نفس الكلام اهي، الصوره دي واضحه قوي. اوستيوساركوما نفس الكلام، اوستيوساركوما طبعا هي اكتر مكان بتيجي فيه المكان بتاع الميتافيزس بتاع الايه، بتاع الشافت بتاع اللونج بون. طب ديت ايه يا دكتور؟ لو تركز كده ده عباره عن غضاريف كانت طالعه من هنا، يبقى ديت عباره عن كوندروما دكتور صح، بس حصل عليها كالسيفيكيشن وشكلها الريجلر. طالما شكلها الريجلر ما تقوليش كوندروما وخلاص، اسمها كوندروساركوما، ده مالجنانت تيومر تمام. وعلاجها كومبليت ايه؟ سيرجيكال ريسكشن او اكسجن. ايه الصوره اللي قدامنا ديت؟ باينه ان هي بون سيست. لا دي مش بون سيست عاديه يا حبيبي. ليه يا دكتور؟ لان الكورتكس اللي حوالينها بقى تخين، الكورتكس اللي حوالينها بقى تخين، يبقى بون سيست ومعاها كورتيكال سايكلينج. دي اي وينج ساركوما تمام، دي اي وينج ايه ساركوما، بتيجي دايما في الدايفيسس بتاع العظم، دايما هتلاقيها موجوده في الدايفيسس بتاع العظم. الصوره دي صوره ايه؟ نقط كتير 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 في الجمجمه. دي مالتيبل مايلوما او مالتيبل بون سيست. ايه المالتيبل بون سيست فور ديفرنشال دايجنوزس؟ ممكن تكون مالتيبل مايلوما، ممكن تكون بون سكندريز، ممكن تكون هايبر باراثايرويديزم تمام. لو هي مالتيبل مايلوما علاجها كيمو راديو ثيرابي. نفس الكلام ديت مالتيبل مايلوما او بون سكندريز، نفس الكلام ده باثولوجيكال فراكشر اون توب اوف مالتيبل سكندريز موجود عندنا. الصوره دي الصوره المميزه بتاعت ايرب بالسي، بيجي يسالك ايه النيرف الافكتد، هتقول لي سي 5 وسي 6 من الابر ترانك بتاعت البريكيال بلكسس. كده خلصنا المحاضرات بتاعتنا، اتمنى تكونوا فهمتوها، شكرا لكم.